شهدت الدراما التلفزيونية على مدار تاريخها بروز عدد من الفنانين في كل حقبة زمنية، حيث نجد فنانين وفنانات يبرزون على الساحة الفنية ويصبحون نجوم المرحلة، ولكن ما يحدث أن بعضهم يحافظون على مكانتهم ويستمروا في نجوميتهم، والبعض الآخر يختفي سواء بذهاب الأضواء عنه مع تغيرات السوق أو الابتعاد برغبته عن عالم الفن. ومن أبرز الفنانين اللي اعتزلوا الفن كان أدهم نابلسي بعد تفاعل المشاهدين بشكل واسع مع الفيديو اللي نشره وهو بيأذن وبيقرأ قرآن بصوته، وتم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت التعليقات بين من استغرب تحول نابلسي السريع معتبرين إن ما يقوم به هو غريب ومبالغ فيه واستعراض، ومن كتب تعليقات تشجيعية متمنين له الثبات في موقفه وعدم التراجع عن قرار الاعتزال بعد فترة كباقي المشاهير. ومسح أدهم نابلسي كل أغانيه ونجاحاته اللي حققها واتجه لقراءة القرآن. كمان من الفنانين اللي قرروا الاعتزال قبل نهاية 2022 المطرب الشاب فارس حميدة، إلى أنه لم يعود للغناء كباقي المطربين الذين أقدموا على هذه الخطوة، وأكد أنه يتفرغ خلال هذه الفترة للعبادة وقراءة القرآن الكريم. بينما قصة الفنانة حلا شيحة مع الفن مليئة بالإثارة، حيث اعتزلت التمثيل لمدة 13 سنة، وكانت طول هذه الفترة شايفة أن التقرب من الله وعبادته أفضل من عودتها للتمثيل، ولكن بعد قرار انفصالها عن زوجها الكندي قررت أن تعود للتمثيل، ولكن ما قعدتش كتير وقدمت فيلم مش أنا مع تامر حسني، وقررت بعدها أن تعتزل وارتبطت بالداعية معز مسعود وهاجمت الفن وحرمته، وتعرضت بعدها لهجوم شديد من قبل الوسط الفني والذي أعلن أن الفن ليس حرام. وبينما أعلنت الفنانة الكويتية سعاد سليمان اعتزالها الفن بعد ارتدائها الحجاب منذ فترة قصيرة، وفي عام 2012 أعلنت الفنانة حنان ترك اعتزالها الفن نهائي رغم أنها مثلت في أدوار عديدة وهي بترتدي الحجاب، إلى أنها فضلت الابتعاد عنه تماما. وتعتبر الفنانة شمس البارودي من أبرز الفنانات التي اعتزلت الفن في سن مبكر، وتحديدا عام 1982، وقد اعتزلت بعد عودتها من أداء العمرة بعد نجومية كبيرة حققتها في السبعينات، وقدمت هدى رمزي 29 عملا فنيا بين السينما والتلفزيون أمام عمالقة الفن أمثال عادل إمام ونور الشريف، واعتزلت في أواخر التسعينات، وقالت عن ذلك أنه حدث فجأة دون مقدمات إذ رغبت في أداء الحجاب، إلى أنها عندما خلعته مرة أخرى لم تفكر في العودة للفن مرة تانية. واعتزل الفنان المصري محسن محي الدين وزوجته الفنانة نسرين الفن عام 1991، ومن أبرز أعمالها الفنية الحفيد وشباب على كف عفريت وطائر الأحلام وأبواب المدينة. وأوضحت وفاء مكي أن ابتعادها عن الفن يرجع لقلة الأعمال المعروضة عليها من المخرجين، لافتة أنها نجمة وتاريخها خلال مشوارها الفني كبير ويشهد لها.